جامعة عباس الغرور، الطالب الجامعي أصبح يعاني معاناة كبيرة في ظل غلق باب الحوار من طرف الإدارة الوصية. ننادي السيد وزير التعليم العالي بإرسال بإفادة لجنة تحقيق رافعة المستوى إلى جامعة عباس الغرور للوقوف على مختلف هذه المشاكل التي تخبط فيها الجامعة. كيعد احنا هندسة صناعية داخلين معنا هندسة كهربائية، يعني بجميع فروعها، وهندسة الطرائق، يعني واش حابين حابين والو، جوست نفصلوا الكليه هذه، تفصل نكونوا هندسه الطرائق وحدهم وهندسه كهربائيه وحدهم. نطلب من سياده الوزير وزير التعليم العالي انه يجي الجامعه تاعنا ولا يبعث لجنه تحقيق.